يا جماعة النبارية، زي ما انتوا شايفين المشروع بيتحجر اهو. انا كنت جاي نقعد هنا بس انتوا شايفين الدنيا بايظة، فهنطلع على ترعة الشيخ زايد وهنحاول ننقي دور كويس لان ماليش دور هناك. تابعونا وخليكم معانا ان شاء الله هنستفيد مع بعض. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل، يا رب تكونوا بخير. بص يا جماعة، انا النهاردة كده ايه طالع بعد الصلاة، انا مصلي يعني ايه قريب في المكان اللي انا فيه. المكان اللي انا فيه ده دي ترعة الشيخ زايد، دي واخدة من النبرية. النبرية دي عبارة عن ترعة، فرع من فروع النيل، فرع واسع واخد من فرع النيل رشيد، من فرع رشيد. بدايتها كوم حمادة، قناطر بولين او طريق الخطاطبة اللي بيقولوا عليه، دي بدايتها وبتنتهي في اسكندرية. ترعة الشيخ زايد ترعة محترمة ليها تاريخ معانا، هندور بس على مكان نحاول نعمل فيه دور. يعني هو انا ايه شايف الحتة دي كده مناسبة، ممكن كمان تكون مش محتاج تنظيف، ولكن انا برضو ايه عشان انا نازل نازلة واحدة فانا مش عارف. ممكن ننزل ننظفها وممكن نشوف هتعمل معايا ايه على كده. هو المكان ده حلو، يعني هو مثالي الى حد ما. انا بس مقلقني حاجة واحدة بس، اللي هو ايه يكون في شك، فانا ان شاء الله برضو مش هنرمي ايه غلة كتير لحد ما نطمن على الدور. يعني هناخد مثلا ايه 5 كبش من دول كده ونظبط بيهم دوري. الدور اللي عدى يا جماعة كان حلو، ولكن المية من جوه كشفة، فاظن ان السمك مش هيدخل ياكل وهو مرتاح، يا اما هياخد الغلالة على الارض وهيسيب الصنار، يا اما هيخاف يدخل اصلا. فعشان كده انا ايه حسيت ان الدور ده مثالي، وان شاء الله ممكن ربنا يكرمني عليه. الله المستعان. ان شاء الله انا توقعاتي كصياد ان الدور ده لو ما فيهوش شبك ان شاء الله هنتوفقهم هنا وهناخد سمك حلو. ربنا كريم، دي كده نظام المراية بتاعتي وربنا كريم يا شباب. بصوا يا جماعة، طبعا انا استفتحت والحمد لله. اول ما خدت سمك خدت ايه يعني سمك صغير خالص، فربنا الهمني الصبر. يعني ده اول استفتاح حلو، اظن والله اعلم، اظن والله اعلم ان كده الدور ممكن يشتغل معايا. السمكة دي سمكة احنا بنقول عليها سمكة غلة، سمكة نتاية، ان شاء الله سمكة حلوة. ربنا كريم ان شاء الله ونقدر نعمل لكم فيديو حلو. هي المية كانت واقفة وحاليا بتخس، فممكن بعد ما تخس تكون حاجة كويسة، اما نشوف ربنا رد لنا ايه. خدتوا بالكم يا جماعة، دي كانت غمزة، دي كانت سمكة واكلة، ولكن الفرد الثاني شبك. لما نلاقي دور بالمنظر ده وفيه سمك ممكن نشتغل بفرد واحد ونتفادى الايه الوعراية. طبعا المغربية الماء اشتغلت اهي.
طبعا احنا مستفيدين بقى بايه، فنجان القهوه اللي المايك بنشربه على اتوقف خالص روقان، واشتغلت معانا المغرب بالظبط، مستفيدين مثلا من بدأت القعده الأضواء الحلوه، تعكر والسمك بس ياكل بصراحه عليها. اكتر من كده مفيش. انا جبت طبعا خبير خبير المياه عم فايق عشان ايه، يقول لنا نكمله هنا على زايد ولا لأ. فاظن ان عم فايز مش عاجبه الوضع. يا عم فايق اظن كده دي كفايه زايد كده السنه دي، ملهاش اي لازمه. ها على بالنسبه لزايد المايه دي كده مش حلوه السنه دي، مش حلوه خالص، مش حلو يا عم. الله كريم يا عم فايق، الله كريم. ان شاء الله ناطور يا محمد، ها ناطور غله، ما تخليش السمك يمشي. هو السمك كابس يا جماعه، بس الاحجام اللي انتوا شفتوها دي، فاحنا مش عارفين. شاركونا في الرأي، نرجع تاني على المية ديت نكمل نشوف حظنا يوم تاني ولا كفاية كده عليها. أحجام السمك زي ما انتوا شايفينها. طبعا انا لازم نرمي غلة باستمرار عشان السمكتين ما يسيبوش الدور ويفضلوا قاعدين بالليل. ام يحيى، ايوه ام يحيى، عامله ايه؟ الحمد لله والله ماشي الحال. اخبارك انت؟ والله الحمد لله. ام يحيى اهو من المغربيه كده، بقالنا ساعه شغاله معانا حلو. سمك حجاري كده دافي، بس سمك ابن كلب جامد يعني، اللي هو الغالي ده. ربنا يرزقنا الخير وهنشتري سمك برضه، بس انا حاليا بناخد سمك يعني. أم يحيى طبعا بتطمن على الحصيلة في سمك ولا لأ بالصدفة يعني، فلقيت إن دي مناسبة إن أنا ننهي معاكم الفيديو. هو ده يا جماعة أكبر سمكة خدناها كف. أنا بقى حيرتي وعايزكم تساعدوني في الموضوع ده، رأيكم نرجع للمكان ده تاني ولا لأ؟ فياريت تقولوا لي رأيكم نرجع للمكان ده تاني ولا لأ يا جماعة. تحياتي ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.